يبدأ الكلام للإمام صلوات الله وسلامه عليه بدءا من مشروع عظيم. واحد يسحل العمري كان يسب الإمام، يبالغ بشتم أمير المؤمنين. الإمام الكاظم سأل وين هذا أهله، قالوا له بالمزرعة الفلانية، قال أنا رايح له، راح الإمام. هذا قال له أتلفت زرعي، الإمام كلمه بكلام بسيط قال له كم ترجو من زرعك؟ شايف المتعلم له أربع حكايات، شايفه أنت هذا النوع أكيد شايفه. قال لا أعلم الغيب، هاي طبعا متشلبين بيها، لا يعلم الغيب ولا كذا ولا كذا ولا كذا، متشلبين بيها الجماعة. الإمام قال له أنا ما سألتك عن الغيب، كم ترجو من زرعك؟ إيش قد تتصور تربح منه؟ عود راد يبالغ قال 200 دينار. الإمام شال صرة فيها 300 دينار. قال له بلك تشتمني أنا بدلا من شتم علي بن أبي طالب، هذا خجل. قال له سيدي أنت إيش قاعد تسوي؟ قال لهم هم ما يخلونك توصل إلي، كان عنده مجموعة هذا الرجل، ما يخلونك توصل لأن يعرفون أنا عالم في الميمياء. الإمام يقول عالم في الميمياء يعني عالم في تغيير الحجر، الحجر أبكيه، الحجر أغيره.